مساء الخير عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ توتال بتختار مصر من ضمن دول قليله جدا اللي هي تيجي تعمل معرض لكاس افريقيا ودعايه لكاس افريقيا قبل بطوله امم افريقيا اللي هتقام في الكاميرون. بتختار مصر، وده اختيار له دلالات كبيره جدا، له دلالات ان السياحه في مصر رجعت قويه. النهارده شفنا الاقصر وطريق افتتاح الكباش، وكمان انفنتينو كان في مصر في نفس التوقيت، وكمان كاس افريقيا كل ده في اسبوع واحد، والامير ويليامز كان موجود. حاجات كتيره جدا بتدل ان مصر راجعه في السياحه بقوه. توتال بتختار مصر من ضمن دول قليله جدا اللي هي تعرض فيها كاس افريقيا كنوع من الدعايه. وكمان بنشكرهم على حاجه، هم بعتوا لنا دعوه للحضور يوم 4 ديسمبر القادم. ان شاء الله هنولع لكم الدنيا ونعمل لكم استوريهات، موجود نجوم من الزمالك ومن الاهلي ومن افريقيا ومن كل حته. ان شاء الله دعواتكم هنعمل لكم شغل عالي. تابعونا يوم 4 ديسمبر مع وجود كاس افريقيا في مصر تحت رعايه توتال بارتر اوفيشنال للكاف، فده حاجه مهمه جدا لمصر. ان شاء الله تشوفوا الشغل عالي قوي اليومين الجايين، لان احنا كمان هنروح معاهم التور بتاعتهم، لانهم هيلفوا في مصر كلها، مش هيكون في مكان واحد. دعواتكم ان شاء الله نعمل لكم حاجه تليق بيكم كمتابعين لينا وكلمصر بلدنا، اللي احنا نطلع الصوره بشكل افضل صوره موجوده. سلام.